المرأة الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إيفت البياضي. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضاً في عين نفسها. أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة في برنامج المرأة الفاضلة هقدم لكم امرأة فاضلة إيمانها عمل معجزة في حياة بنتها الصغيرة اللي فوجئت إن عندها سرطان وهي 3 سنين. تعمل إيه الأم دي؟ تتمسك بالرب وإيمانها يعلى ويكبر 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 لغاية ما تمتلك المعجزة بإيديها وبنتها يتحقق فيها وعد الرب والمعجزة. النهاردة هقدم لكم الأخت مريم. أهلا بيك يا مريم. أهلا بيك حبيبتي. والأخت الصغنونة الأمورة أوليفيا. أهلا بيك أوليفيا. أي أنت سنك كم سنة يا أوليفيا؟ سنة 5.5. 5.5 بحالهم؟ 5 كده ونص كده؟ 5 كده ونص كده؟ أهلا بيك أوليفيا. أنت عارفة أنت بتعملي إيه النهاردة؟ أنت بتعملي إيه؟ بسجل اختباري. بتسجلي اختبارك؟ امين امين حبيبتي. انا يعني ملموسه جدا بايمانك كأم. انت فعلا يا مريم امراه فاضله. انت عايشه هنا هون في المنيا في مركز ابو الرأس. مركز ابو الرأس في فين تاني؟ الفكريه. يعني فكرية. انت في قريه المركز فكري في مركز الفكرية. من مراكز المنيا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا. يعني عايشه في المنطقه دي وفوجئتي ان بنتك عندها سرطان. ازاي اكتشفتي ان عندها سرطان؟ بصيت لقيت في ظهر ورم صغير كده. فين؟ تحت السمانه بتاعت رجليها على طول. كان صغير كده. نفس الحجم كده. بس يعني حجم الزيتونه مثلا. زي كده. حجم زي العقله بتاعت صغي زي ما بتكلم كده. بصيت لقيتها فبقول لباباها، قال لي يمكن يومين ثلاثة يمكن وجعت ولا صدعت فهي تروح بسرعة. بس صنينا أسبوع اتنين ثلاثة شهر إنها تروح ما فيش. بصيت قلت لها أنه روح نكشف لها. رحت كشفت لها عندنا في البلد. راح قال لي ده كيس دهني سيبيه لمدة 5-7 سنين كده نبان حشول. يا سلام على نصيحة الدكاترة. بالظبط. فلما سمعت منه انا سمعت منه على قد ما كانه مخدر خدرني، لكن من جوايا ما فيش حاجه مرتاحه. مش مرتاحه، في حاجه متعباكي. حاجه تعباني عاوزه يدركها العقل مش قادره، بس قلب الام زي ما بنقول انا مش مطمنه الموضوع ده. مش مطمنه. بصيت لقيت الدكتور فبيقول لي ده كيس دهني وكتب لها على مرهم وقال لي بعد 15 يوم هاتيها لي ونشوف يمكن يكون دمال او كيس دهني. طب رحت له بعد 15 يوم والدهان ما نفعش ولا اي حاجه نفعت خالص. كان سنها كم سنه في الوقت ده؟ 3 سنين ونص. 3 سنين. ما كانتش قادره تعبر. لا ما كانتش تعرف حاجه. ما كانتش تعرف. بس بعد كده استنينا بعدها بكم شهر كده بصينا الورم وما يكبر يكبر يكبر. وبصيت ملاحظه عليها تمشي مثلا مترين او 3 متر وتروح واقعه. تقع. يعني ممكن يكون الورم كبر واثر بقى. بالظبط كده اثر بقى. هو لان لما كشفنا لها وعملنا اشعه رنين لقينا الورم متشعب في العروق. ياه. في العروق نفسها ماسك الورم. يا ربي يا ربي. يعني العلامات انها ابتدت تقع. ولما ابتدت تقع عملتوا ايه؟ ابتدت تقع. بصينا بقى نعرضها للدكتور. راح الدكتور ده نصحنا. نفس الدكتور؟ لا دكتور تاني، ده متخصص اورام مش متخصص اعصاب. احنا وديتها متخصص اعصاب هو ده اللي جاي. وديتوها فين؟ في الفكريه ولا وديتوها؟ لا وديتها لدكتور في صمالوط. فده متخصص اورام. هو في صراحه الدكتور دوت فيه حسيت بيه ان هو فيه مخافه ربنا. ولقيت عنده العياده مليانه ومتخصص وبيعمل عمليات وناجحه، واسال المرضى ديت وكده، ده دكتور شاطر ده كويس ومش عارفه ايه وكده. بس فبنسال ودخلنا عليه فراح سلم عليها وابتدى يكشف. راح قال لا ده انا عاوز اشعه رنين.
اشاعات رنين. اشاعات رنين، انا حسبها اشاعه عاديه لان انا عمري ما دخلت في حكايه الاشاعات دي خالص. بصيت لقيت لان هي اشاعه الرنين دي لازم تتخدر، يدوها حقنه بنج لازم تنام علشان تروح تحت الجهاز تقعد بتاع حوالي ساعه ونص او ساعتين على الاقل. بس راحت عملت الاشاعه هنا في المنيا، عملناها لها وبصينا ورحنا للدكتور اللي طلب الاشاعه، قال انا ما اقدرش يا جماعه اقول لكم بصراحه انا ما اقدرش اعمل العمليه دي لانها عمليه خطيره جدا. ليه يا دكتور؟ قال لي لان الورم ده متشعب في 5 اورده. يا ربي. 5 اورده يعني انا لو عملتها ممكن يحصل نزيف، يحصل بدري، يكسر حاجات كثيره والبنت ما تمشيش. يا ربي. بس انا بصراحه صدمت وعيطت. بس بعد كده دخلت الاوضه بتاعتي، فتحت كتابي واتكلت عليه. انت مؤمنه بتروح كنيسه؟ بتروح كنيسه ايه؟ كنيسه الرسوليه في الفكريه. في الفكريه. هللويا، نشكر ربنا، نشكر رب. وجوزك مؤمن طبعا، يعني انت بيت جوزك خادم. يا ربي، يعني ممكن الشخص المؤمن الخادم تجربه زي كده تجيله. لو انت النهارده مؤمنه خادمة وجوزك في الإيمان وفي الخدمة، ممكن إبليس يجربك، لكن النصرة هي من عند الرب. مسكي بإيمانك وهنكمل القصة ونشوف إيه اللي حصل. وبعدين قال لي أنا ما أقدرش أعمل لها العملية دي لأنها عملية خطيرة ومحصيها مضاعفات، وأنصحكم أن أنتم ما تعملوش العملية دي هنا في المنيا خالص، أن أنتم تطلعوا بها وتروحوا بها مصر. تروحوا تعملوها في مصر مش في المنيا. تعملوها في مصر لأن هناك المتخصصين هناك، لان هناك بيروحوا بيدرسوا وبيطلعوا بره وكده، فعارفين الورم شكله ايه وعارفين هيفتحوا ازاي وهيعملوا ايه في البنت. لكن انا ما اقدرش اعمل. طب ما انت متخصص اورام يا دكتور اعملها. قال انا ما اقدرش اعملها، خاف. هو خاف، قال حاجه ما وردتش عليا قبل كده. طب ما انت متخصص اورام، قال حاجه دي الحاجه دي ما وردتش عليا قبل كده. شوفي امانته. ده امانه، وفي مخافه ربنا حقيقي. وهو دكتور مؤمن على فكره. في صمله. بس رحنا بعدها باسبوع كده جهزنا نفسنا وابتدينا ان احنا نجهز نفسنا ونروح مصر نطلع. قال لنا، ادانا جواب وقال لنا تطلع على مستشفى 57. ده فين دي؟ في مصر. مستشفى اسمها 57؟ 557. دي اللي بتاعت السرطان. السرطان بتاعت الاطفال، متخصص اطفال كمان. بس ففي صديق لحميم خالص لباباها راح قال علي جبنا، قال روح معهد الاورام لان في برضه في دكاتره حلوين برضه. فروحنا على حسب ما كنا بنتوجه كنا بنروح. بس انا كنت طالعه من بيتي بقول له انت ماسك زمام الامور يا رب، انت ماسك زمام الامور يا رب. ما فيش خطوه خطيناها وما فيش حد كلمناه الا كانت بحسب مشيئه الرب. يا سلام يا رب لما يقود كان الخطوات. كان بيقودنا صح، كان بيقودنا. بس بقى في حاجات تانية كتيرة كانت بتورد عليا بس ما كنتش عارفاها، لكن عرفتها فيما بعد. زي ايه؟ في الاختبارات هقول لك بعدين. بصيت لقيت ان احنا رايحين مستشفى 57، ابتدت بقتي الدكاترة بقتي يتجهزوا ليها، وان هي ياخدوا منها التعيينات الدم من هنا وتدخل تعمل إشاعة. طبعا الإشاعة اللي احنا عملناها طبعا إشاعة الرنين ديت ما نفعتش، لأنه هم في جهاز رنين كمان كده يعني زي ما يكون يفحص حديث أكتر، إن هو يشوف الورم شكله إيه من جوه، يشوف الورم شكله إيه. رأيك نطلع فاصل ونخلي مشاهدينا يتابعونا كمان دقيقة؟ نطلع الفاصل ونرجع نكمل حكاية أوليفيا ومامتها مريم اللي إيمان مامتها وباباها قومها من موت محقق. حبيبتي أوليفيا، يسوع عمل معاكي إيه؟ هو عمل معايا معجزة حلوة، وأقدر أمشي. تقدري تمشي؟ يعني هو عمل إيه في الورم؟ يعني الرب يسوع مد ايده عليا وهو ما تخافيش يا لولا انا معاكي وهشيل الورم منك وهتمشي. هو قالك كده؟ وبعدين اخد ورماه فين؟ في البحر النسيان. رماه في بحر النسيان. نقول له بقى ايه؟ نرنم له ونقول له ايه؟
الترنيمة نرنمها ونقول له ايه؟ يسوع ايه؟ يسوع يسوع. عاودي قولي له كده، يسوع انت جميل يا يسوع. امين. ربنا دعانا اننا نبني جيش يحارب بالصلاة، ونقوم بحركة صلاة عالمية. بدعوكم انكم تكونوا جزء من هذا الجيش اللي يغير العالم. راسلونا على pray@infadila.org. كمان تقدروا تبعتوا لنا طلبات الصلاة على نفس الايميل pray@infadila.org. رجعنا من الفاصل وهنكمل حكاية أوليفيا. حصل إيه بعد كده؟ استمرت بقت حوالي شهرين إن هي تعمل تحاليل وإشاعات، تحاليل وإشاعات. ممكن كانوا يدونا كسر يوم أو كسر يومين أو كسر أسبوع، ونعود لهم تاني إن هم يعملوا إشاعات وتحاليل ومسح سري وكده. وفي كل إشاعة كانت بتعملها أوليفيا كانت بتبقى متألمة جدا، والخوف والرعب كانت حاجة رهيبة جدا جدا. طبعا من الحقن يعني كل قطرة دم كانوا بياخدوها منها كانت برعب وخوف. يا حبيبتي كل بنج خدته علشان يعملوا معاها إشعة رنين، إشعة مقطعية، إشعة مسح ذري على العظم، إشعة صدر، إشعة على العظم، كل ده عملته كانت بتتبنج قبل الإشعة وتدخل تحت الجهاز ساعة ساعة ونص. بس استمرنا كده شهرين وبتجيب بقت معاد العملية. قرروا بقى ان هم هيعملوا عملية، قرروا ان هم يعملوا فعلا عملية. والدكتور ده دكتور مصري ولا كان دكتور اجنبي جاي من برا؟ لا دكتور مصري بس دارس برا. دكتور مصري كانوا بيقولوا ده ماستره في الاورام. بس ابتدوا بقت الدكاترة تعمل شغل جامد. وفي دكتور ما نساش جي خد علي اقرار ليله العمليه. وباباها ساعتها طبعا الشهرين دول كان بتحول للشؤون القانونيه، راح سافر الوقت ده، رجع البلد علشان يحققوا معاه علشان الشغل، وكانت سايبه لي وكده اهوت. يا رب يعني مش كفايه ومش عارفين ان هو عنده الظروف دي؟ لا ما كانش حد عارف. بس جاي انت سايب الشغل لي وحققوا معي. وانا اليوم دوت ان انا لازم هبقى معاها فين؟ في المستشفى. في المستشفى لازم اتحجز بيها علشان ليتها هتروح تعمل العملية على طول. بس قبل ما قللت لها هتعمل فعل عملية، الدكتور جي لا تلفت على رجليها يتلفت، وفي كان اربع حالات في الاوضة دي، اربع ستات، وهي من ضمنهم كانت الطفلة لولا. بس يبص في الورم زي اللي يقولي هفتح ازاي، هعمل ازاي؟ طب ما انت رحت وكشفت عليها كذا مرة في الأوضة كنت معاك. بس هي كل ما يدخل هي تزعج وتعيط، بتخاف من خوف. كل ما تشوف اسم الدكتور او الدكتور شافته خلاص طبعت صورته في دماغها ان ده الدكتور، خلاص ده جاي يدينا او يعمل اي حاجة فيه. بس فكانت تعيط من الخوف. بس بعد كده جت الساعة 12 خلاص كله نام وخلاص. بصيت لقيته بعت لي الممرضة بتقول لي تعالي كلم الدكتور. ايوه يا دكتور. راح قال لي لازم تيجي تكتبي لي تعهد هنا. اقرار. ليه الاقرار ده يا دكتور؟ راح قال لي الاقرار دوت علشان في حاجات كتيره ممكن تحصل، مضاعفات كتيره في العمليه احنا ما نضمنهاش. بس ابتدى الدكتور يرد سهام زي ما يكون بيضرب رصاص. ايه هو بقته؟ لا مش الرصاص، ايه هي المضاعفات اللي هتحصل في العمليه؟ ممكن يحصل نزيف، ممكن الخمس شريانات دول ممكن يتقطع برجليها، ممكن بعد العمليه تعوز علاج طبيعي بعديها بست شهور، ممكن يحصل بدر رجليها. يا ربي كل ما كان الدكتور يقول حاجه من اللي هيحصل من المضاعفات في العمليه انا اقول له انت اللي هتجلب الموازين. يعني انت بتردي سهم ابليس سهم الله. ابليس كان لما يضرب كانه ماسك كده وبيضرب وينشر. كل ما ينشر، كل ما يجور الدكتور وينشر عليا اقول له انت اللي هتجلب الموازين يا يسوع. انت اللي هتجلب الشفايف دي ما كانتش بتتحرك. الدكتور شاف منظري بس ايماني كان من جوه، انت هترد الموازين يا يسوع، انت هتجلب الموازين يا يسوع، الشفايف دي ما كانتش بتتحرك. عامله زي حنة. الشفايف ما اتحركتش. لما خلاص الصدمت هو كانوا ما يصدمني، لكن انا حاسه في ايد قويه مسكين.
وبالايد القويه دي انت بتقاومي. انا بتضربي سهم العدو على قلبه مره ثانيه، يعني هو بيضربك وانت بتضربيه مره ثانيه. الدكتور حتى ما رديش يقول لي معلش او دي ام ما اقدرش اصدمها او يتراءف برحمه باي حاجه او يقول معلش او ربنا يشفيها. هو قال الكلام دوت وانا اقول ترد الموازين. هو بيتعامل مع واقع. هو بيتعامل مع العلم، مع العلم، مع العلم. الواقع، مع اللي شايفه قدامه. ده ما فيش حاجه غلط قدامه بالظبط كده، لكن انت بتتعاملي بقوه اكبر من اللي عنده. طبعا بايد القويه. أيوة. بالايد القديره، بايد القديره، بالايد القديره اللي مسكتني والايد القديره اللي سندتني، لان المكان هناك مريب مريب مريب. ادخل وكنت متعب كبشريا بتعب، لكن لولا مسكت ايد الرب انا كان يحصل لي حاجه او البنت كان يحصل لها حاجه. هللويا. هو الرب، هو الرب اللي سندك ورفعك بالظبط كده وشاف ايمانك. بس مضيت على الاقرار وقال لي اتصلي بابوها اديني الرقم، الرقم البطاقه بتاعته. اتصلت بيه وكتبت رقم البطاقه بتاعته. قال لي كده كده العمليه لازم هتتعمل، يعني هتتعمل. انا قلت له انا في ماسكاها، انا سايباها في ايد الرب. بس وطلعت من عنده من الاوضه ورحت لها هي بقت على السرير بتاعها. رفعت ايديا صليت ولقيت نفسي اما اصرخ وبعيط. وهي سامعاكي؟ وهي كانت سامعاكي وبوطه فيا. وبوطه فيكي يا روحي حبيبتي. هي في نفس الوقت كانت تشوف كنت نايمه سامعاها. انت كنت سامعاها بس كنت عامله نايمه. عامله نايمه عشان ايه ما تاخدش بالها انها انت صاحيه وسامعاها. طبطبت عليا وقالت لي ما تخافيش يا ماما، بابا يسوع معانا. قلت لها انا واثقه ان بابا يسوع معانا. يا روح قلبي. هي اللي قالت لي. ممكن تكون كانت شايفه حاجه و ما يمكن ما تعرف ومش عارفه تعبر. ما هي كانت طفله صغيره. 3 سنين. جيت بس هي كانت تقولي حوش يا بابا يسوع الورم ده وما تخلوش يرجع تاني يا حبيبتي. قلت لها الرب هينظر للكلام دوت. ومره قبل ما تروح العمليه يعني هي كانت فاهمه ان عندها ورم. كنت فاهمه ان عندك ورم ولا ولا بتتكلم من كلام الدكاتره؟ لا، لان ما كانتش قادره تمشي. كانت بتمشي وبتوجع. كانت تيجي تلعب مع الاطفال في الكنيسه كانت بتوجع. فعامل زي الاخطبوط ماسك في العروق. زي ما يكون شد عضلي كده، فمش مخليها تمشي. تقف. مش مخليها تمشي. ما كانتش برضو كانت بتبقى تقدر تقف في الايام في الشهرين الاخرانيين دول. اللي عملنا ان احنا اسرعنا بيها والرب اسرع بيها وجي وقت العمليه. ان احنا وديناها لقيناها كل ما تمشي مترين او ثلاثه تروح واجعه. وبعدين بس كتبت الاقرار ورحت الاوضه فصلينا وصليت، وكانت في ناس تانية مسيحيين موجودين في ال وصلوا وقالوا لي ما تخافيش. قلت له احنا واثقه ان زمام الامور في ايد يسوع وحده القدير. زمام الامور في ايدك. انا مش خايفه، لكن انا بسلمها لك حسب مشيئتك وحسب ارادتك، لان هي دي عطيتك انت. وخدوها ودخلوا بيها بقى تاني يوم الصبح الساعه 8 الصبح كان ميعاد العمليه. طبعا بقيت صايمه وكل حاجه. جي باباها الساعه 8 راحوا ابتدوا بقى تقلعيها ولبسيها ويلا عشان هتعمل عملية دلوقتي. ماشي. وهي كانت فاهمة. هي كانت فاهمة. وسبحانك يا رب يسوع ان هي كانت اليوم ده نزل عليها هدوء غير عادي. ده سلام الله الذي يفك كل عقل. بالظبط كده. نزل عليها هدوء وسلام. قلعين يا ماما. مش من السهل ان انا كنت اجلعها والبس البلط المشمع دول اللي ادهوني علشان البسه لها. مش من السهل ان هي تقلع وتلبس اللبس دوت. بس فجلعتها ولبستها هدومها وراحوا خدوها. فراحوا جم في الاسانسير فراحوا قالوا لها يا ماما هو رفيق واحد بس عاوزه بابا ولا ماما؟ راحت قالت انا عاوزه بابا علشان لسه طوطو جاي من السفر. مش من التحقيق. من التحقيق. والقضيه بتاعته خلاص هو يعني قال لهم بقى الحقيقه. قال لهم وحققوا معاه وخلاص. هو جه ثاني يوم الصبح. طب نشكر ربنا. بس راح معاها باباها في الاسانسير وبالظبط راح شافت الدكتور مع انه كانت تشوف الدكتور تعيط. راح قال لها الدكتور تعالي هننفخ البالونه جوه في الاوضه ديت. راحت معاه بسهوله. يعني الرب كان ماسك زمام الامور وهي ماشيه كده اهو بهدوء. مديها سلام. مديها سلام. قلت له انا بقدمها لك فلتكن مشيئتك وارادتك. انا طالبه مشيئتك وارادتك. وديعتك اهي في ايديك اعمل فيها زي ما انت عاوز بقى. بس انا واثقه في حاجه واحده
وطلبها منك في حاجة واحدة بس، انك تمسك انت ايد الدكتور والمشرط وتطلع الورق وترميه زي ما خدت الخطايا ورميتها في بحر النسيان ولا عدت تذكرها تاني، تاخد الورم ده وترميه في البحر وما تذكروش تاني. هللويا. بعدين جي بابا مسكنا ايدينا في ايدين بعضينا وصلينا فلتكن مشيئتك يا رب. بعديها بساعتين وربع بعد ما عملت العملية قالوا عاوزين مامتها. دخلت كأم ما قدرتش اشوف منظرها. لقيت كل جهاز في ايدها وعلى صدرها والكمبيوتر شغال، كله بقى شغال، كل السلاك دي شغاله فيها، قلبك وجعك، والوش دوت عامل زي رغيف الفين وارم كده. بصيت للمنظر، شفايفي دي شككت في بعضيها، لكن وانا بصيت لقيت نفسي واجعه. بس قبل ما اجع قلت يا سوء، رحت وجعت، وقعت يغمي عليك، وجعت. راحت رئيسة الممرضات اللي في الاوضه بتاعه الانعاش المعقمه بعد ما كانت، راحت قالت مين دخلك يا ماما هنا؟ قلت له انتوا اللي طلبتوني، الممرضه جت وقالت الطفله لما بتفوق لازم عايزه مامتها. فدخلت لقيت الدكتور اللي قال لي ورد عليا سهام جامده. قال لك ايه؟ قال لي بدخلك علشان تطمن على بنتك تنهاري تنهاري. وبعدين قلت له انا عمري ما شفت الموقف دوت، فانهارت فعلا. انهارت غصب عني، انا عاوزه اقف جنبي بنتي، عاوزه اشوف مالها وكده اهوت، وعاوزه اطبطب عليها وعاوزه ابوسها. لكن بصيت للمنظر، في كان في كذا ركن، ست هنا وست هنا وست هنا، والبنت دي موجوده وانا ما قدرتش. وبعدين ايه اللي حصل؟ وجعت. انا عارفه ان وقت البرنامج سريع قوي، احكي لنا بقى النهايه جميله. وبعدين بعد ما وجعت راحوا خدوني فوجوني وشربوني حاجه ساقعه، وبعد كده مشيت. وحصل لها بس قعدت بها 3 ايام في المستشفى، كانت متابعه علشان يشوفوا ايه نتيجه العمليه وكده، اهوت في نزيف ولا حاجه، مفيش اي حاجه. وهي اليوم اللي طلعت فيه من اوضه العمليات بعديها بثلاث ساعات اربعه، باباها خارج من الاوضه بتاعتها لقى الدكتور. راح قال له ايه اخبارك يا دكتور، ايه اخبار العمليه وكده اهوت، قطعته كذا شريان وكده من رجليها وكده. قال له ولا شريان جينا عنده، بس اللي احنا اللي انا اعرفه ان الورم ده لقيته في ايديا ومسكته في ايديا وعرفته ان هو ده ورم خبيث وسريع الانتشار. يا ربي. دب بجت سهام جامد في ايه، سيف ابوها، في ابوها. باباها طالع يعني كويس طبيعي من الاوضه، بصيت لقيته هو بعد ما قال للدكتور الكلمتين دول دخل بجد عليا. لقيت باباها العينين ديت اتنفخت، مالك الضغط عالي عليك ولا ايه؟ في ايه اللي حصل؟ قول لي في حاجه. قال لي سيبيني دلوقتي، اني يقول لي حاجه مش راضي، بس انا لاقيه الوش متغير، عاوزه اعرف ايه اللي حصل. ما فيش، ما رضيش يقول لي. حتى بعد ما روحت برضه ما رضيش يقول لي. بس بعدها بثلاث ايام روحنا قال له تشوفوها بعد شهر من العمليه علشان نقرر الكيماوي هتاخده ازاي. الدكتور قال لكم ترجعوا بعد شهر، وبعدين بعد شهر احنا كنا بقى انا بصلي وبقول يا رب ما تدخل الكيماوي دوت في جسم بنتي بحق صليبك ودمك يا رب يسوع، لا تديني شهوة قلبي. ورحنا فعلا بعد شهر. قبليها باباها قال لي ان بنتك في التقارير دي، انا خدتها وديتها المنيا، والتقارير بتقول ان هي هتاخد كيماوي وشعاع، كيماوي وشعاع الاثنين مع بعض. قلت له في اسم الرب يسوع المسيح هيقلب الموازين والكيماوي ده مش هيدخل في جسم بنتي. قال لي ده علم، ده علم. قلت له وانا واثقه في الايد القديره اللي مسكت المشرط وطلعت الورم كله ورمته، مفيش كيماوي هيدخل في جسم اوليفيا تاني. وابتدينا نصلي في الشهر دوت، نصلي والقسيس يصلي والناس تطمني. قسيس ناصر كان مولع بالموضوع ده، بيصلي والناس بتصلي وتقول فلتكن أرادة خدت ما الكيماوي ممكن بقى هيشفيها. وانا اقول ده الكيماوي ده ميه نار بيدخل في الجسم، ده ميه نار، ده مالوش علاج، ده مالوش علاج. وبعدين راحت للدكتور رب يسوع. رحنا بقت قال الاشاعه بانت، وان الورم طلع كله، وان الرب كان مغلف الورم ده ولا وريد اتقطع،
ولا نزيف حصل، والورم كله باسم الرب يسوع طلع كانه محطوط في كيس وطلع كده اهوت. هللويا. وهم الدكاتره قالوا ولا شعاع ولا كيماوي. ولا شعاع ولا كيماوي، بس فيها يبقى متابعه. قلت له ده الرب هو اللي عمل المعجزه، وانا طالعه من المعهد بقول يسوع اله بيقدر وبيعمل معجزات ولا عنده حاجه صعبه، ومفيش حاجة تجوع عليه، لأن ده صاحب الإيد القديرة الذي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. مفيش كيماوي هيدخل في جسمه. والمتابعة عليها قد إيه دلوقتي؟ المتابعة عليها سنة وسبع شهور لغاية دلوقتي، ومفيش كيماوي، وكل ما كانت تعمل إشاعة مغطية بالدم في اسم يسوع، لأن كل إشاعة بتعملها بروبلين مفيش أي ورم علشان إيه تاخد كيماوي يعني. نشكر لأن الرب. الورم طلع كله. هللويا. يسوع عمل معاكي ايه اوليفيا؟ شال المرم ورمان في البحر المسرير ومش هيرجع تاني. الورم مش هيرجع تاني ابدا باسم يسوع. قولي روحي انا متغطية بدم يسوع. دم يسوع مغطيكي؟ مغطيني. ومش هيرجع الورم تاني ابدا 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 باسم يسوع. قولي له بتحبيه؟ غني له بقى اغنيه، رتلي له ترنيمه. تعرفي ترتلي؟ كنت صغير. يلا رنميها. ان كنت صغير او كنت كبير. انا كنت صغير وكنت كبير، لكن ربنا بيحبني. انا سرعات القادر ساعات كتير مطلوب، واحس اني مش فاهم وارجع واقع كرف حب. روح الخير افتكر اني محبوب، رامي كل العيب رامي كل العيب، وارجع واتنطط واقول يا سامي حبيني يا سامي حبيني. مجدا هللويا هللويا هللويا. احبائي في نهايه البرنامج دايما بفكركم ان انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. الام اختارت انها تامن بالرب، والرب عمل التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان.